طب نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل مزامنات أصدقاء فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مزامنات جهة الاتصال وأصدقاء فيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مزامنات أصدقاء فيسبوك. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل مزامنات أصدقاء فيسبوك، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ان شاء الله.